أعلنت مديرية إعلام الحشد الشعبي عودة 183 عائلة نازحة إلى منطقة البجواري التابعة لقضاء بيج الشمال محافظة صلاح الدين. وذكرت المديرية في بيان لها أن هذه العوائل عادت إلى منازلها بعد استكمال إجراءات التدقيق الأمني واستتباب الأمن في مناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية. وبين أن عملية عودة العوائل النازحة تمت بإشراف ومتابعة من قبل قوات الحشد الشعبي سرايا الدفاع الوطني.